شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي تعز عليها المعتبد بامر حاكمنا ترانا عما عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، نحييكم أجمل تحية بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اللهم وفقنا توفيق خير وبركة وعلى طريق الخير والرشاد، سدد خطانا يا رب العالمين. متواصلين من هنا، من هذا الموقع، من ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن تحديات ومنافسات هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نلتقي بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المساء، في هذا المساء التاريخي، في هذا المساء الرياضي مع هذه الرياضة العربية الأصيلة. مساء يوم الأحد 4 مارس لعام 2018 للميلاد، أشواطنا مستمرة مع تحديات سن الحقايق بمسافة 4 كيلومترات. يعلن ويسير في هذه اللحظة 8 الأشواط مع هذه الأمسية الكبيرة. نتابع مسار هذا الشوط. تويوتا لاند كروزر بيكاب حاضرة في هذا الشوط، في هذا المسار التاريخي الجميل، يحمل لنا تحديات القعدان الحقايق. نتابع البداية، أول الأسماء التي بدأت في الظهور، لكن نشاهد مجموعة كبيرة من القعدان بدأت بالمزاحمة على ناموس هذا الشوط. الكل حضر هنا ليكون العلامة الكبيرة في هذا المهرجان، لكن نذهب للبداية لنتابع مزعل مع مقدمة الشوط. مع البداية الأولى حضر بهذا الانطلاق، بدأ يتقدم على الجميع ناصر بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، يتقدم مع البداية الأولى. بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظة، وصل مشكور مع ثاني المراكز، يحمل شعار الخيارين عبد الله بن فهد بسيف بن فهد الخيارين، قادم بتحديات مشكور على مستوى المركز الثاني. بينما ثالث الأسماء أتابعت تقدم الرعد في هذه اللحظة، جابر بن فهد بن سنيد البحيح المري ينطلق برعد مع المركز الثالث. أما رابع المراكز يتقدم في هذه اللحظات مصدع لفهيد بن محمد بن فهيد آل فهيد المري. نتابع مسار المركز الخامس، من وصل خامسا في هذه اللحظات؟ الفايز مع المركز الخامس محسن بن محمد بن مسفر اليربوعي يتقدم مع خامس المراكز وما خلف الخمس. أتابع شعارات كبيرة، شعارات حضرت بهدف الفوز والانتصار. نتمنى التوفيق للجميع. عودتنا للبداية الأولى إلى مقدمة الشوط. مزعل على البداية الأولى، مزعل على الصدارة، يقدم في هذا المسار، في هذا التحدي. ناصر بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري ينطلق بالبداية الأولى. بينما ثاني المراكز مشكور مع المركز الثاني، ومشكور خطير في رصيد سيارة في مهرجان المؤسس، ينطلق بشعار الخيارين عبد الله بن فهد بن سيف بن فهد الخيارين، يقدم لنا مشكور مع المركز الثاني. بينما ثالث الأسماء المركز الثالث، هناك رعد مع ثالث المراكز جابر بن فهد بن سنيد البحيح المري ينطلق بالمركز الثالث. أما رابع المراكز ما شاء الله، أشوف الجميع بدأ في الاقتراب، بدأت الأسماء. الذيب وصل في هذه اللحظة، سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح وصل مع المركز الرابع في أول ظهور للذيب بمسار هذا الشوط. بينما المركز الخامس، خامس المراكز، يتقدم في هذه اللحظة عقاب لسعيد بن عبد الله سالم المنصوري. ما شاء الله، شوف السرعة، شوف الشوط، شوف الأسماء، تبادل المراكز، الجميع هنا حضر يبغي الزعفران، يبغي السلامات. الكيلو
الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، الكيلومتر الذي يحمل منافسات الكبار. نعود للبداية إلى مقدمة الشوط، الذيب، الذيب مع البداية، الذيب مع الصدارة. سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح يقدم الذيب بنجومية الكبار، حاضر بالمركز الأول في هذه اللحظة، لكن الأسماء خطيرة، الشعارات قادمة. يتقدم رعد في هذه اللحظة مع المركز الثاني الجابر بن فهد بن سنيد آل بحيح المري، بينما المركز الثالث يصل في هذه اللحظة، بدأ ينطلق مع ثالث المراكز، المركز الثالث. نتابع هذا المسار الكبير، الوصول من مرضي محمد بن حمد بن سالم آل فهيدة المري مع المركز الثالث، وهناك مشكور مع المركز الرابع ومع المركز الخامس، وتابع مزعل. لكن البداية الصدارة لمن ناموس هذا الشوط، شوط يحمل الإثارة. اللاند كروزر بكب حاضر، الزعفران، السلامات لا زالت مع الذيب، الذيب 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 الذيب، الذيب مع الزعفران، الذيب مع السلامات، الذيب حتى اللحظة. سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح يقدم الذيب، ينطلق بالذيب إلى بر الأمان، إلى خط النهاية. سلام الذيب، سلام الذيب، سلام الذيب. تهانينا والناموس لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح الذي قدم الذيب مع المركز الأول. المركز الثاني وصل في رعد مشاهدينا الكرام المملوك الجابر بن فهد بن سنيد آل بحيح المري، بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصل في مرضي ملك محمد بن حمد بن سالم آل فهيد المري. المركز الرابع، المركز الرابع مشكور ملك عبد الله بن فهد، المركز الرابع من وصل فيه مشكور ملك عبد الله بن فهد بن سيف بن فهد الخيارين، بينما المركز الخامس الوصول من مزعل الناصر بن محمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. ما شاء الله، شوط حمل الإثارة وحمل التحديات حتى الأمتار الأخيرة، لكن من حظى على ناموس هذا الشوط؟ الذيب، وهو ذيب اسم على مسمى توقيته الزمني من الأربع كيلومترات وخمس دقائق خمسين ثانية، أربع أجزاء من الثواني. تهانينا لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح على فوز الذيب بالمركز الأول وحصوله على سيارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني مشاهدين الكرام وصل رعد ثانيا في خمس دقائق خمسين ثانية، ست أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لجابر بن فهد بن سنيد آل بحيح المري، بينما المركز الثالث وصل مرضي مشاهدين الكرام مع المركز الثالث في توقيت مقداره خمس دقائق 52 ثانية من دون أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن سالم الفهيد المري على فوز مرضي بالمركز الثالث. وشوط آخر